بعد قليل، ما سر عدد القتلى الكبير لحزب الله في عرسال؟ تعرف على بازار الأنتيكات الأشهر في اسطنبول. معركة جرود عرسال في لبنان التي أعلنها حزب الله على منطقة ساقطة عسكريا، يراها مراقبون أنها محاولة من الحزب لاستعادة ولاء اللبنانيين والترويج لدى الغرب على أنه يحمي لبنان بعدما فقد شعبيته إثر وقوفه إلى جانب إيران والأسد في وجه السوريين. نتابع هذا التقرير ونعود لغرفة الأخبار. اهلا وسهلا فيك. لو بلشت معك عمر، يبدو بعض وسائل الاعلام اللبنانيه يعني تحدثت بنبره مختلفه عن حزب الله في عرسال عما كان عليه في سوريا الى جانب الاسد وايران. الاعلام اللبناني بشكل عام تعرف حزب الله، بما انه المعركه نحن عم نحكي عن منطقه ضمن لبنان اللي هي عرسال، وعم نحكي عن فتره ماضيه كان عباره عن حمله اعلاميه ضخمه جدا. وحقيقه حمله اعلام حزب الله على منطقه عرسال وعلى طرابلس، المدينتين هدول بدأت ما قبل الثورة السورية، حتى هو من زمان بيستهدفون بحملات إعلامية، بيحاول يشيطن هالمدينة طرابلس التاريخية المعروفة وبلدة عرسال بسبب تعرف الأكثرية السنية ساكنة فيها وبسبب البعد المذهبي الواضح لحزب الله. طبعا من بعد الثورة السورية تابع إعلامه، بالإضافة لإعلام ميشيل عون باتجاه انه عرسال باتجاه داعش وانه ارهاب وكل هذا الحكي اللي بيحكوه. فلما بلشت المعركه الاعلام اللبناني كمان ما ننسى انه جبهه عفوا هيئه تحرير الشام كان في عندها اسرى من الجيش اللبناني اللي اطلقوا من شيء حوالي 6 شهور، بالاضافه انه فمن وقتها كان اللبنانيين والاعلام اللبناني خلاص اعتبر انه الموضوع صار وطني، قضية وطنية. لما بلشت المعركة هي سبق كمان تمهيد إعلامي ضخم جدا جدا من قبل حزب الله ومن قبل ميشيل عون، وكان توقيتها مدروس، توقيتها انه يجي مع عيد الجيش اللبناني بواحد آخر. طيب عمر، هل وقع الإعلام او بعض وسائل الإعلام اللبناني وقعت في هذا الفخ ام هي تعي طبيعة لا. هذا هلا مثل انت بتصير مثل المزاودة بالبداية، فما كان حدا حسنان يحكي الا بهذا الاتجاه. لاحقا بنلاحظ باليومين ثلاثة لما صار وقف اطلاق نار فجأة، لما طلعت بنود الصفقة اللي هي ما اختلفت عما كان ما قبل بدء المعارك، بلش الإعلام اللبناني ينتبه، بلشوا صحف لبنانية مواقع لبنانية تتساءل انه هل فعلا هي المعركة تستاهل كل هالتضخيم، هل فعلا هي المعركة انه مثلا اليوم عباس ابراهيم او قائد الامن العام اللبناني بيقول لك انه اعداد هيئة تحرير الشام 120 وليس 4000 مكان يقول حزب الله. فبلش الإعلام يعني لدرجة أنه صار يقولوا عرسال جيت، صار يقولوا ما خفايا معارك عرسال، صار يقولوا أنه شو اللي صار. طبعاً بالطرف الآخر كمان حزب الله ومكانته الإعلامية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام اللي بتتبع له لإيران، حملة تخوين فظيعة ضد أي إعلامي أو أي حتى ناشط حاول يشكك. طيب، أو يتساءل. عمر رح أرجع لك، أنا بدي أسأل عامر لأي درجة نجح الحزب أو ميليشيا حزب الله نجحت في تحسين صورته ربما، وخاصة أنه بعض السياسيين معروفين بعدائهم لحزب الله تحدثوا بنبرة إيجابية نوعا ما تجاه هذه المعركة؟ يعني أنا بتخيل أنه المعركة أو ما سميت معركة عرسال هي عبارة عن مسرحية يمكن كانت بإخراج إيراني، لأن نحن شفنا مدى أسبوع تقريبا من العمليات العسكرية اللي حزب الله روج أنه معركة مقدسة وحشد إلى مكينته الإعلامية وحشد إلى قوات بما قال من النخبة تاعت حزب الله.
نحن عمل على الارض عمليا، نحن عم نتابع، نحن مواقع الايرانيه عم نتابع، مواقع مواقع اعلام حزب الله، مواقع اللبنانيه، يعني ما شفنا انه معركه حقيقيه وجدت بعرسال، فقط محصوره على الاعلام بيسمى الاعلام الحرب المركزي التابع لحزب الله، عباره عن بضع رميات قاذفه او مدفع على اهداف غير محدده. يعني المنطقة الأساسية هي اللي عمل عليها المعركة حزب الله هي منطقة زي ما نشوفها بالخريطة كمان محاصرة وساقطة عسكريا، هي بضعة مئات من أو عشرات العناصر، 120 بالضبط يعني أقل، يعني إذا حطينا هيئة تحرير الشام مثل ما قال مدير الأمن العام اللبناني 120 واحد فقط يطلع بما فيهم أمير أبو مالك التلي، وفي عندنا بضعة مئات من الجيش الحر. هي المعركة الفكرة عمار هي تضخيم المعركة إعلاميا وسياسيا من أجل التحصيل على مكاسب سياسية داخل لبنان وخارجها. يعني إذا منشوف توقيت إعلان المعركة كان تتزامن مع زيارة الحريري إلى واشنطن، واشنطن حريري كان عم يطلب من واشنطن تخفيف القيود التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على لبنان بسبب نشاطات حزب الله الإرهابية. يعني العقوبات الأمريكية وحتى الغربية عموما عم تطال قطاعات اقتصادية داخل الاقتصاد اللبناني. لكن عمر، ألا يمكن القول أنه هذا النجاح وهي الحملة هي مؤقتة وأنه اللبنانيين أصبحوا واعيين لخطورة هذه القصة، وخاصة أنه الاتفاق انتهى بنفس الشروط السابقة؟ يعني لما بتعرف النتائج أنه قبل المعركة وبعد المعركة في ناس كتير راح تغير رأي. راح أرجع لك بس بدي أخذ رأي عمر بهذا الموضوع. حزب الله بيشتغل بشكل دائم، من شفناه نحن من أيام حرب 2006 ولحد الآن بيحشد إعلاميا. هلا الحشد الإعلامي شو بيفيده؟ أول شيء بيفيده بتكريس الصورة اللي بيحاول يشيعها عند مريديه أو عند يعني بشكل عام أبناء الطائفة الشيعية، إنه هو عنده انتصار إلهي، على طول بيستخدم هاي الكلمات. وطبعا إحنا على طول في عنده هو خطاباته مختلفة، ما بين خطاب موجه للطبقة الحاضنة له، وخطاب موجه للبنان، وخطاب موجه للعالم، يلعب على الوتر الوطني. ايه طبعا، فبالنسبه للبنان بصير بيحكيك انه انا حميت لبنان، انا كذا انا كذا. بالنسبه للطائفه الشيعيه بقول انا عم بحميكم، انا ببلش باستخدام الشعارات الطائفيه. طب شو سر المناطق اللي بتسيطر عليها داعش لم يتم الحديث عنها، او ربما لا يدخل حزب الله في مواجهه يعني؟ هلا هون السؤال، رغم انه ضمن اراضي لبنانيه. هلا انت انه تيجي بتقول داعش حاليا عمليا اللي عنده اسرى من الجيش اللبناني هن داعش، اللي ما عنده أسرى من الجيش اللبناني هن جبهة نصر هيئة تحرير الشام، تمام؟ فحزب الله راح عمل معركته مع هيئة تحرير الشام وليس مع داعش. مع داعش هذا اللي عم يقوله إنه الجيش اللبناني هو اللي بده يفوت هي المعركة. كمان يعني حزب الله من تقريبا بداية الثورة السورية لحد الآن نادرا جدا ما تم تواجهه أو وقعت مواجهة مسلحة بينه وبين تنظيم داعش بشكل عام، سواء بالقلمون او باي منطقه ثانيه بسوريا محل متواجده عناصره لحد الان. وهلا هي المعركه كمان ردت ثبتت هي النظريه وهي الاسئله اللي بتم طرحها من قبل ناشطين او من قبل اعلاميين لبنانيين، انه انت بتضلك تحكي 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 بس عمليا انت بعمرك ما شفناك خط معركه. بيخوض معارك طبعا ضد الجيش الحر بشكل اساسي، ضد هيئه تحرير الشام، اما المعارك الاعلاميه والصورة الإعلامية هي داعش. يعني هو بالتصدير الإعلامي اللي قاله شو عطل بيقول لك داعش، قدام للإعلام الغربي مصدر الإعلام الغربي إنه هو عم يحارب داعش، مع أنه للإعلام المحلي عم يقول نحن عم نحارب هيئة تحرير الشام وليس داعش، لكن خارجيا بيقول نحن عم نحارب داعش، نفس أسلوب النظام وروسيا. طيب عمر عم يحكي عن أنه خلال الثورة السورية كلها وكان بلبنان أو بسوريا لا يوجد هناك مواجهات مباشرة بين حزب الله وداعش، يعني صحيح. بحسب متابعتك وبرأيك شو السر وراء هذا الغياب؟ نحن حتى شفنا روسيا كمان، ما بس حزب الله، ميليشيات إيران عموما كلياتها انصبت هي المحارب الشعب السوري والجيش الحر. يعني كل انتشار زي ما نلاحظ انتشار ميليشيات إيران بما فيهم حزب الله منتشر على محاور تواجد الجيش الحر، إن كان بجنوبان قبل الاتفاق جنوب سوريا، إن كان بالغوطة، إن كان بحمص، إن كان بحلب. بس عمليا هلا على معركه عرسال وعلى سيره الميليشيات الايرانيه، انا بعتقد انه اللي صار هلا وتوقيت اختيار المعركه هو كمان موضوع خطير، لان زي ما نلاحظ نحن توقيت معركه عرسال داعش وهيئه تحرير الشام موجودين اكثر من 3 سنين موجودين على حدود اللبنانيين. لماذا تم اختيار التوقيت بهذا الوقت؟ قبل تقريبا نحو 3 او شهر
تم اتفاق جنوب سوريا بين امريكا وروسيا ومن خلاله نص ابعاد ميليشيات ايرانيه والقوات الايرانيه وميليشياتها بمسافه 40 كيلو متر عن الحدود الاردنيه والحدود الفلسطينيه المحتله. هي اسرائيل ايران وميليشياتها خسرت اكبر منصه كانت تبتز فيها اسرائيل وبالتالي العالم انه تواجد ميليشياتها بالقرب من اسرائيل. صارت هلا انتقلت المعركه انه امساك الحدود اللبنانيه، الحدود مع العراق. الان هلا انتهت معركه الحدود اللبنانيه، يمكن بعد ايام يمكن نشوف معركه او صفقه مثلا عن موضوع تواجد ما بقي من تواجد داعش على الحدود اللبنانيه، ولا مفتوح معركه الحدود باتجاه معظم الحدود العراقيه السوريه باتجاه الموصل. لذلك نحن اذا خوفنا هلا من انعكاسات المعركه على عربيا وداخليا ودوليا. هلا حزب الله من هلا عم يروج بالانتصار الكبير ووسائل اعلامه، يعني تركنا احنا قبل التصوير نحن بنشوف انه ترويج وانتصارات على معركه نحن شفناها. وهلا ربما هذا تهيئه لخروجه من سوريا، ربما طلب امريكي بخروجه من سوريا، يعني يحاول اعاده الحاضنه او ماء الوجه الى تماما لبنان. تمام، احد الاهداف اللي حططها حزب الله من خلال انه يحصل مكاسب من خلال معركه عرسال هي انه ترميم صورته قدام الوطن العربي مثلا او قدام بيئته بلبنان، انه نحن حاربنا ابعدنا لكم خطر التنظيمات الارهابيه بما نسميها التنظيمات الارهابيه على حدودنا. يعني هلا ترويج انه نحن كحزب الله كميليشيا تقاتل جنبا الى جنب الى جيش النظامي بلبنان، مثل ما شفنا بالحشد. الحشد حصل بعد معركه الموصل انه تم اتفاق اقرار بالبرلمان العراقي انه الحشد موجود مثل المؤسسه العسكريه. طيب خليني اسال عمر عن الحديث، عمر، عن عدد كبير من القتلى لحزب الله في هذه المعركه، والحديث انه المعركه ربما وهميه ومسرحيه وانه افضت لنفس النتائج، اثار بعض الشكوك، يعني بعض الصحف بعض المواقع الاخباريه يعني صارت تحط تساؤلات عن عدد القتلى الكبير. هلا بصراحه اللي حكى بهذا الموضوع هي وسائل الاعلام اللبنانيه. هلا هن نقطه انطلاقهم بهذا الحكي كان انه ميليشيا حزب الله بالغت جدا باحتفاءها بقتلها، وبلغ جدا بمراسم الدفن. هي عادة لا تعلن يعني بشكل بهذا الشكل. طبعا هي قتلى فعلا للميليشيا قتلها كثير ناس بسوريا، بالعاده بتذكرهم بالتقسيط كل يومين ثلاثه، بتذكر اثنين ثلاثه، بس هون مثلا بيوم واحد انه ثمانيه رحله، فكانها كانت انه مشان تمنن الشعب اللبناني. هل هناك شيء مخفي يعني؟ هون فظهرت الاسئله هي انه شو الحقيقه، شو اللي عم يصير. طبعا الشكوك انبنت على انه ما في فيديوهات، ما في توثيق لهيك قصص، فانعدام الفيديوهات، انعدام الصور، وطبعا هذيك المنطقه بتعرف يعني الاعلام، حتى الاعلام اللبناني اللي كان عم يدخل ضمن سيطره يعني ميليشيا حزب الله. يعني هل هناك عن قتلى في سوريا ربما قيل في بعض الناس قالت انه تجميل صورته، في بعض الاراء قالت انه هذول القتلى مقتولين بغير اماكن، في بعض الاراء قالت انه كثير مضخم، في بعض يعني، بس انه بالاخير انت عمليا ومنطقيا نحن ما بنحسن نعرف شو الصح وشو الخطا لانه ما في مصادر. لكن عمر الوصول لنتائج نفس النتائج قبل بدء المعركه يعني تشير ربما تعطي كثير من المعلومات. وهون كمان كانت هي النقطه الكبيره انه ليش فتنا المعركه اذا انت وصلت. انا بس بدي اضيف شغله واحده، بلبنان كان في كثير ناشطين عبر على وسائل التواصل الاجتماعي من بدايه قصه عرسال وبدايه التضخيم الاعلامي بلشوا يكتبوا ويحكوا بمنحى هجومي على ميليشيا حزب الله وتشكيك برواياته. كان ردوا عليهم كثير عنيف، اتبع معهم كثير اساليب، مثلا بعث لهم رسائل تهديد، بعث لهم شتائم، حتى في احدى الناشطات اللبنانيات عمم رقم تليفونها على عناصره وبلشوا يتصلوا فيها ويهددوها وكذا وكذا. وكان كمان بدي معلش انه اللبنانيين كمان على وسائل التواصل الاجتماعي بلشوا يقولوا انه ليش الحكومه اللبنانيه رضيت تبادل اسرى من سجون الروميه باسرى لحزب الله عند هيئه تحرير الشام، وما رضيت من اكثر من سنتين انها تبادل باسرى بسجن الروميه مع اسرى من الجيش اللبناني يعني لدى تنظيم داعش. ليش هون قبلتوا مع حزب الله انه تبادلوا؟ طيب ما قبلتوا عمر، خليني اذا عمر عامر عنده تعليق بنص دقيقه بس. عامر، هذا تعقيب صغير على هذا، بياكد انه المؤسسات العسكريه والامنيه بلبنان تخضع لهيمنه حزب الله. اكبر مثال احنا شفناه مع معركه عرسال، كان دور الجيش
ذو جيش وطني هو المفروض هو يقوم بهالعمليه ضمن يبدو أراضي. ثانوي يعني وما كان ثانوي يدوب انه مثلا انه اسناد او شكي يعني كان اهم نقطه اللي حكى لها عمر انه كيف انت بتفرج عن بصفقتك تفرج عن اسرى موجودين بسجون الحكومه اللبنانيه وانت ما وحزب الله اعترض حزب الله اعترض رسميا على كان في صفقه تتجرى بين داعش والحكومه اللبنانيه مقابل افراج عن هذا يشير عامر الى الهيمنه الكبيره لحزب الله على تمام. معظم المؤسسات اللبنانيه تمام. عامر بدي اتشكر وجودك معنا عمر يعطيك العافيه شكرا كثير لكم على المعلومات يعطيكم العافيه.